السلام عليكم. لو انت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، دلوقتي تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات المحلية والعالمية، زي تطبيقات العقارات، تطبيقات السيارات، أو التطبيقات اللي بتسرق بياناتك وبتستنزف حساباتك، أو تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق فيرو ترو سوشيال. التطبيق ده تقييمه على جوجل 4، ودي نسبة تقييم عالية، وده بيدل على رضا المستخدمين للتطبيق. التطبيق ده مساحته كبيرة شوية، 72 ميجا بايت، وحجم عمليات التنزيل للتطبيق ده أكتر من 1,000,000 عملية تنزيل. التطبيق ده بيعمل لك بيخليك ان انت تتمتع بتجربة اعلانات اجتماعية من خلال خالية من اي شيء لا ينفع المحتوى، من التصميم للوظائف. بيقدر يعد لك تعريف اللي بيكون عليه الشبكة الاجتماعية، تقدر تقدم تجربة اجتماعية افضل واكثر واقعية للجميع بدون اي ضغط من الاعلانات. تم تحسين فيرو للاتصال، تقدر تتصل مجانا لفترة محدودة وتعمل اشتراكك. التطبيق ده هو تطبيق بيخليك ان انت تتواصل على تجربة على برامج على السوشيال وعلى برامج التواصل الاجتماعي من غير ما يجي لك اعلانات مزعجة بتؤثر على تجربة المستخدم. يعني نقول ان التطبيق ده هيعمل لك خصوصية وامان للمستخدمين، بحيث ان انت ما تلاقيش اي اعلانات تعطلك عن المحتوى، بيركز على المحتوى جيد بس. بشكل عام تطبيق فيرو هو خيار جيد لمن يبحث عن بديل للتطبيقات الاجتماعية التقليدية وعاوز يعمل تجربة اكتر خصوصية وتركيز على المحتوى. طبعا قاعدة المستخدمين بتاعته برضو مش كبيرة قوي مقارنة بالتطبيقات الاجتماعية الكبيرة زي فيسبوك والانستجرام. اتمنى اكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت لو حملنا التطبيق نقول هنا على التعليقات الايجابي او السلبي اللي انت شفته بعد تحميل التطبيق. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت فيه اي تعديل في التطبيق، ياريت تبلغنا بيه عشان نعمل لك فيديو ليه ونوصله ليك تاني بشكل افضل. دلوقتي احنا بنطلب منك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات. وما تنساش لو في اي مشكلة عندك تقدر تتواصل معانا على الفيسبوك على صفحة مراجع برامج.